قبل مجيء الشيخ محمد جواد مغنية كان هناك تدخل من قبل السياسيين وأصحاب النفوذ في تعيين القضاة. يعني أنا مثلا وزير أو أمير أو صاحب منصب اجتماعي أقول لفلان شيخ خلاص انت قدم اسمك وأنا بدعمك حتى تصير قاضي في القرية الفلانية، بعدين أنا أمشي شغلي كله من خلال هذا القاضي لأن أنا منصب لنا. بعد شيخ مغنية لما جاء قال ماكو هذا الكلام، أي قاضي يصير لابد أن يقدم امتحانا، إن نجح في الامتحان كان بها، ما نجح مع السلامة. فأحد زعماء العوائل والسياسيين أيضا، يعني كان إقطاع اجتماعي وكان هناك منصب سياسي، عين واحد قال له أنت قدم أوراقك للقضاء، وقعت من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وما أدري كذا إلى أن آخر توقيع لازم يوقعه منه رئيس المحكمة الجعفرية العليا شيخ محمد جواد مغنية. جابوا إلى الأوراق قال لهم أنا ما أوقع أي ورقة إلا بعد أن يقدم هذا امتحان. أخر هذا فلان معيننا، فلان جايب اسمه وقع عليه من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى كذا، وهذا من طرف فلان. قال من طرفه حسب التعبير، لو من طرف من يكون لابد أن يقدم الامتحان، إن نجح كان بها، ما نجح ماكو. قدم امتحان فإذا به لا يصلح حتى إمام جماعة لمسجد صغير، مو قاضي يقضي في الدماء والفروج والأموال، قال هذا مرفوض. ثار هذا الزعيم هدد وأرعد وأزبد، إذا ما تخلي كذا يصير، قال ما دام أنا في هذه المحكمة لا يمكن أن أوقع على شخص لا يستطيع أن يعرف القضاء، وبالتالي كل قضية باطلة تصير في رقبتي، سواء كان هذا من عند فلان لو من عند رئيس الجمهورية. أنا أنعزل ولا أعين واحد لا أراه مناسب. كان شجاعا وجريئا.